مساء الخير والجمال على مشاهدي الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاتيح السعادة. معكم سلوى متولي، هنكون متواجدين إن شاء الله معاكم على مدار ساعة من دلوقتي. أحب أرحب في البداية بزميلتي أستاذة نانسي نسيم، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، منوراني في مفاتيح السعادة. حابة الأول طبعا أستاذة نانسي هتكون مذيعة برنامج ساعة مع نانسي. طيب ممكن تكلمينا عن البرنامج؟ والله هو البرنامج مش فكرة واحدة، يعني أنا عدة أفكار كلها، بس هي بتشمل المرأة والطفل والبيت والأسرة. لأن أنا بصراحة نفسي أوجه الضوء على، مش هقول مشكلة، ولكن إن شاء الله يبقى موضوع معين يخص ولادنا. طبعا يعني إحنا بدنا أخذ حاجة في حياتنا، وهو ده اللي شغلنا دلوقتي. وإن شاء الله يفيدنا كلنا يا رب. يا رب انا بتمنى لك التوفيق جدا، وان شاء الله تقدمي سلسله حلقات متميزه تقدري تفيدي بيها الاسره والمجتمع بشكل كامل. تمام ماشي. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا.